السيدات والسادة، مساء الخير. عام جديد نستقبله بكل الأمل والتفاؤل، وعام يمضي بكل أحداثه وما شهدناه خلاله من إنجاز وعمل كبير في كل المجالات. حصاد العام كان كبيراً ومبشراً ومؤكداً إرادة شعب يستلهم تاريخه المجيد ويبني حياة جديدة. أما حصاد هذا البرنامج الذي بدأناه معكم في شهر مارس الماضي فكان حافلاً هو الآخر بالعديد من القضايا والأفكار، طرحناها وناقشناها مع مفكرين ومثقفين مصريين بارزين ومع مسؤولين وخبراء مشهود لهم بالعلم والكفاءة. طرحوا جميعاً أفكار وآراء مهمة في التاريخ والتراث وتجديد الفكر والتعليم الديني في مواجهة تيارات التطرف والفتاوي المعطلة لتطور المجتمع. وتوقفنا في حلقات البرنامج باهتمام شديد مع مشروعات التنمية وأولوياتها ومستقبل التعليم والتعليم الفني وقوتنا الناعمة، الفن والثقافة والترجمة والكتاب المصري والعمارة والآثار. وناقشنا مع بعض السادة الوزراء والوزيرات وشخصيات دينية ومدنية بارزة قضايا المرأة والأحوال الشخصية وثقافة الطفل والمصريين بالخارج وغيرها من الموضوعات التي تشغل المصريين في حاضرهم ومستقبلهم. اليوم عندما أنظر مع حضراتكم إلى أسماء من شرفت بالحوار معهم ومعهن الفترة الماضية في هذا البرنامج، أشعر بالفخر الكبير بالوطن الغني بكل هؤلاء المفكرين والمثقفين والمبدعين والمبدعات، وبما يقدمه المصريون كل يوم للإنسانية من علماء وخبراء في كل المجالات. واسمحوا لنا ونحن نستعرض اليوم حصاد ما قدمناه أن نوجه لهم ولهن أيضا التحية والتقدير لما يقدمونه من علم ومعرفة وخبرة لبناء مصر جديدة مدنية عصرية قوية وعزيزة حاضرا ومستقبلا. أهلا بكم. من نحن؟ ما هي هويتنا؟ الفكرة لازم تكون شاملة. جوهر الديانات التوحيدية الثلاثة، الخلق والأخلاق. الشعوب اللي ما بتقراش تاريخها، ما بتراجعش تاريخها، بتقع في نفس الأخطاء. تيار الدين المتطرف أثر علينا كتير جدا، أدى إلى تجريف المجتمع. لازم يكون في تجديد ديني للأجيال اللي طالعة. طوال الوقت أنت بتتصدي لفكرة سلفنة المجتمع المصري. في بلادنا الموتى يحكمون الأحياء. مصر كانت أصل التنوير والثقافة في العالم العربي. مسألة عنوانها الرئيسي قضية الوعي. قوتها الحقيقية هي القوة الناعمة. أهم حاجة عنده أنه يحس أن بلده واقفة جنبه، لأن مصر دي أجمل وأهم بلد في الدنيا. نبص هنا للمرأة على أنها الجزء الضعيف. العلمانية ليست دين. لازم نحسن ظروف العمل، لازم نحسن المرتبات. ده موضوع حيوي يتعلق بحياة أبسط الناس. التاريخ المصري في الدراما المصرية أين هو؟ هل فيه برنامج واحد بيتكلم على الحضارة المصرية القديمة؟ مفيش. الدراما فرصة عظيمة لإعادة سرد التاريخ بشكل جميل وشكل جديد وشكل حقيقي. العالم الخارجي لم يتطور ولم يرتقي إلا بإبعاد الدين عن السياسة وعن الحكم.